طيب سؤال ربما اعتقد ربما انت ما تجاوبش عليه، انه من وجهة نظرك ليه الاداء الفني امام كينيا كان صعب قوي، وليه كان ممكن جدا قاب قوسين او ادنى ان الماتش يهرب مننا، انه كينيا هاجمت وكذا وكذا فنيا من وجهة نظرك؟ طب ليه ما جاوبش عليه؟ طب يا ريت تجاوب عليه، لان انت ممكن تقول على بعض اللعيبه ما ادوش واجبهم كذا وكذا، ممكن لا عندك نوع من التحرر. لا خالص، هي اسباب وليست مبررات يعني. اه اتفضل. يعني حضرتك لو رجعنا مع بعض شويه كده للمعسكر اللي فات، كان لاقي في مباراتين توجو، المباراه الاولى كانت على ملعبنا وكسبنا 1-0 والاداء ما كانش راضي الناس وما كانش كويس ولا صحيح. كان راضينا. بعديها باربع خمس ايام رحنا توجو وكان كل الناس برضو بتتكلم على أدائه وما بتتكلمش كويس، ورحنا كسبنا 3 وعملنا مباراة كبيرة وكنا كويسين. المعسكر ده بدأنا بمباراة كينيا، الأداء ما كانش كويس، نهينا بمباراة جزر القمر والأداء كسبنا 4 والأداء كان هايل. من هنا يعني نطلع بحاجة، كلما يعني زادت الفترة وزادت عدد التدريبات، الوحدات التدريبية للجهاز الفني مع اللعيبه واللعيبه مع نفسها مع بعض، اعتقد ان الاداء بيكون فيه انسجام اكتر والاداء بيتحسن اكتر. يمكن المباراه الاولى بتكون انت داخل في معسكر بعد 3 ايام هتلعب مباراه، في لعيبه بتيجي يا دوب قبل المباراه بيومين. يعني مثلا المعسكر اللي فات احنا المباراه كانت 25، المحترفين اتمرنوا معانا يوم السفر لكينيا الصبح يوم 23 وسافرنا كينيا، اتمرنا تاني يوم تمرين خفيف ولعبنا المباراه. فدرجه الانسجام ودرجه وعدد التدريبات اللي مع بعض قليله جدا جدا جدا. نعم. ده يعني عشان كده المباراه الثانيه دايما بتكون احسن من المباراه الاولى. فيمكن ده من العوامل والاسباب المؤثره في ان الاداء ممكن المباراه الاولى ما بقاش كويس. طبعا في ممكن نقول اداء بعض اللعيبه، عدم التزام في بعض الحاجات، ولكن ده يرجع لعدم الانسجام للفتره البسيطه القليله في التدريبين ثلاثه اللي قبل المباراه بس. طيب يعني خلينا برضو عشان ما نديش للعيبه هذا المبرر، هو الجزء الاخر اللي قلت عليه كان هناك تقصير من بعض اللاعبين في اداء بعض واجباتهم، ودي بقى احنا اللي بنقولها في الاعلام وانتوا تقولوها في الغرف المغلقه. بس عايزين برضه عايزين نقول ان المباراه الثانيه وتحمل اللعيبه المسؤوليه مختلفه تماما. اللعيبه كان عندها اصرار انها تظهر بشكل كويس، وتعليمات الجهاز الفني وكابتن حسام انه برضه انك تقعد مع اللعيبه وتوصل لهم الاهداف للمرحله الجايه والشكل للمنتخب لنفسنا وللناس، وان احنا ننهي بشكل كويس. احنا صعدنا ولكن لازم نكسب بشكل كويس ونرضي جماهيرنا ونطمنهم للمرحلة الجاية. ده كان برضو من الأسباب الرئيسية، اللعيبة كان عندها مسؤولية كبيرة جدا جدا ما تظهر بشكل كويس، وده اللي حصل في المباراة الثانية. احنا شفنا روح كل الناس، شوف صلاح، شوف النني، شوف مش عاوز يعني انسى حد، كله. الناس روحها كانت عاملة ازاي في المباراة وإصرارها وأدائها، يعني دي رسالة لحاجات كتير للميديا وللناس ان لا، المنتخب كويس، منتخب عنده شخصيه، وان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن ان شاء الله. خليني اضيف لك برضو عنصر مهم جدا جدا، وهو الضغط الاعلامي. الضغط الاعلامي الرشيد، الضغط الاعلامي الرشيد على، لانه الجهاز اكيد بيتكلم مع المنتخب قبل كل مباراه وبيحفز المنتخب قبل كل مباراه، ده وضع طبيعي جدا. طبعا. ولكن عندما يجد اللاعب نفسه أمام ضغط إعلامي بيوجهه بترشيد وبفهم وبنضج، هو بيحط اللاعب أمام مسؤوليته أمام الملايين. أكيد أكيد يا كابتن. فده بيحطه على التراك الصحيح 100%. تمام. 100%. خليني أسألك عن أبو جبل تحديدا. تمام. كلام كتير اتكلموا أبو جبل بيلعب على طول، وجنش طبعا الاثنين هايلين يعني. تمام. وجنش يا دوبك آخر ماتشين لعبهم وكذا وكذا، كان إيه وجهة النظر؟ يعني انا هجاوب من وجهه كراجل مسؤول في الجهاز، ولكن طبعا يمكن جهه الاختصاص الاكبر كابتن ايمن طاهر، طبعا اكيد هو مدرب حراس المرمى. يمكن ابو جبل كان موجود معانا المعسكرات اللي قبل كده، وكان بيشارك مع فرقته الفتره الاخيره حوالي شهر ونص ما بيشاركش مع فريق نادي الزمالك، وان كان اللي بيشارك جنش. فكان وجهه النظر الفنيه ان كابتن ايمن اتكلم فيها مع الجهاز وكابتن حسام، ان احنا عاوزين ناخد الراجل اللي بيلعب اللي رجله في الملعب الاجهز. بس دي كانت وجهه النظر. هل عبد المنصف له اي فرصه ولا صعب خلاص صراحه؟ يعني طبعا ما اثير حول
حاول عبد المنصف. ما ده من ضمن الحاجات اللي اثيرت يعني, هو بيقدم مردود طيب الحقيقه. هو يعني عبد المنصف جون جيد وبيشارك مع فرقته باستمرار ومقدم موسم جيد, ولكن في النهايه انت بتختار يعني اربع اجوان وحراس مرمى, ويعني شفنا عامر بيقدم بشكل كويس, شفنا صحيح. بسام بيقدم صحيح. ماشي بشكل كويس شفنا عمر في اسوان ماشي بشكل كويس, برضه عبد المنصف ماشي بشكل كويس, واكتر من حارس. في النهايه انت بتختار اربعه بتختار ثلاثه هم بترتبهم حسب احتياجاتك. هو جون كويس ولكن ما كانش فيه يعني وقع عليه الاختيار الفتره, وهو ايمن كابتن ايمن طار هو اللي بيختار الحراس. هو طبعا هو وكابتن حسام والجهاز كلنا يعني لكن كلنا يعني اللي بيقول الاسباب هو طبعا مدرب الحراس, ان هو تكنيكه اعلى في المساله دي طبعا. في النهايه رايه وكابتن حسام طبعا.